في إطار سلسلة من الحوارات التي دابت جريدة فاس نيوز على مواكبتها ولإغناء وبلورة النقاش على مستوى أوسع مع النهضة السياسية والثقافية والاقتصادية والفنية بجهاز فاس مكناس، نستضيف هذا الحوار هند جنان. مدام هند، مرحبا. شكرا. هل لنا ببطاقة تعريفية لسيادتكم؟ أنا السيدة هند بناني، مستثمرة هنا في فاس، صاحبة معمل حلويات معمل جاد. سيت هو هادشي اللي كاين. السيدة هند، ما الذي دفعك للاتجاه لعالم الحلويات؟ علاش دخلتي لهذا الدومين هذا المجال؟ دخلت لهذا المجال، هاد الفكرة كانت كثرة ودي من شحال هادي، وهذا المجال كنشوفه هو خاص بالنساء سورتو، وانا كنرتاح فيه، دونك بها بدينا هذا المجال. وكاين نقص كبير في المغرب، وكنشوف انا الدومين خاص بالنساء اكثر، غيعطيو فيه اكثر، دونك بها بديت. علاش خصني ندير فاس بالضبط باش حتى هذا المشروع ديالي؟ حطينا هذا المشروع فاس. اولا انا جوجت وجيت لفاس، واخا انا ماشي من فاس، وفاس فيه نقص كبير في الاقتصاد. قلنا زعما غنشجعوا هذه المدينه ونديروا هذا البروجي كبير ونخدموا عائلات وتبان شويه فاس، بحيث فاس معروفه بالحلوه ديالها قديمه ايتو، بقينا داكشي في التقليد، غير حنا درناه في على شكل تروك اندستريال. نعم سيتو. كيفاش بدا المشوار ديالك؟ المشوار ديالي بدا، انا قلت لك جات فكره قبل ما تكوني انت، قبل ما تدخلي هذا المجال هذا، واش كان التخصص ديالك الحلويات؟ لا لا، التخصص ديالي ما كانش الحلويات، انا كنت نورمالمون في الصيدله مع السيد ديالي، حتى هو صيدلي، وانا وياه جاتنا الفكره نحلوا هذا المحل. هذا الشيء اللي كاين، خديت يوزين هنايا في الحي الصناعي ديال طريق عين شقف، وبدينا فيه الحلوى. الدومين ديال الحلوى كاين نقص هنا، و سي ان دومين اللي خاص بالنساء سورتو. كيف تتميز الحلويات بالنوعيه الجيده؟ الوغ النوعيه الجيده انا بالنسبه ليا هي الواحد ما يتشطرش في لا ماتيير بروميير، زعما المواد الاوليه باش كتخدم الحلوه، والبلاصه فين كتخدم الحلوه، هذه هي الفكره اصلا باش انا حليت كاع هذا المصنع في لينورم. زعما هذه حاجه مهمه بالنسبه للناس، الكليان دابا خصو يعرف فين كتخدم الحلوى وباش كتخدم الحلوى وبشحال هي الاخرى نورمالمون. واش المحل ديالكم عنده واحد النوعيه خاصه يعني سبيسياليتي ولا؟ حنا كنديروا الحلوى كي كنقولوا دو ا ا زد، صافي تجي غير الحفله كتكون دو ا ا زد من الاول حتى الاخر، جميع الانواع ديال الحلويات تتصاوبوا نورمالمون كتصاوب عندي في المصنع. فوالا. يعني مزوجه ما بين ما هو تقليدي وبين ما هو عصري. اكزاكتوم، حيت السوق كيطلب هذا الشيء. فوالا الحفله دابا خاصها تكون فيها كل شيء. ما الذي يميز محلك عن من ينافسك؟ وهي في الحقيقه ما كايناش المنافسه، ماشي بزاف، انا كنشوف ما نتنافسوا حتى نتقادوا. كي كنقولوا نتقادوا سافي دير كل شيء يكونوا عنده لي نورم، كل شيء يكون خدام ما تيغش. ديك الساعات نهضروا على المنافسة، أما أنا دابا تنشوف كنظن بحيث درت واحد البحث قبل ما نحل أنا، درت واحد الدورة في فاس وشفت كاين نقص، دونك درنا شي حاجة زعما سيت اون بخوميييغ في فاس بإذن الله. هل لك خبرة في هذا الميدان أم أنك كتعتمدي على العاملين فقط؟ اون فيت الخبرة اللي عندي ديال الحلوى أنني كنعرف نذوق، اما بالنسبه للعاملين راه العامل اللي جبتيه راه اللي عطيتيه غادي يخدموا لك سيتو. وما مدى الاقبال على المحل ديالك؟ الاقبال صافي تجي غير النوع ديال لا كليونتيل اللي عندنا حنا في الاقبال. لا هو الاقبال داكور، دونك حنا كنعتمدوا على لي تريتور. ساعه كان فاش يلا حليت انا بالنسبه لي غادي نخدم مع فاس اكثر، ساعه مالوغوزمون الاقتصاد ديال فاس فريمون عيان بزاف، مقتول بزاف، ما عرفتش شنو عندهم المشكل. درت لا فيزيت ديالي حتى انا، درنا كوميرسيال اللي دار مسكين وما عطاش فاس،
اوغوزمون اللي خدمت اورفاس سافدي غير الرباط. انا جاد معروفه في الرباط، معروفه في مراكش، معروفه في طنجه، معروفه في اكادير، مي مالوغوزمون فاس اللي انا حليت باش نخدم هذه البلدينه ما خدموش معايا. علاش؟ يمكن حيت انا حليت معمل كيقولوا كيخلع، مي انا ماشي كيخلع، سي درنا لافير كي كنقولوا 100%. سافدي غير الحلوه تخدم في محل نقي، الخدام تيكون مرتاح ونقي حتى هو باش يعطيك شي حاجه نقيه، لان راه الماكله هذه سي با دي نيمبورت كوا. دونك سميتو دونك مالوغوزمون فاس انا مازال الناس تشطر، مازال تتشري الحلوه من قنوته. شنو نقول لك؟ مرات كونسيرج في دارها ما كيعرفوش داك الحلوه لا باش مصوبه ولا داك كعب غزال واش فيه لوز ولا فيه حاجه وحده اخرى ولا فيه ولا فين مغسول ولا ويديها غاسلهم ولا لا ولا. دونك الناس هنا باقي خص لا مونتاليتي خصها تبدل ديال هاد الناس. بعدا تعرف ان اول حاجه قبل ما نشري الحلوه انا فاوتلي نشري 10 كيلو، نشري غير كيلو ونعرفوا باش مصوب وفين مصوب. انا جو بريفير هكذا، واخا ما عندناش الفرق ديال الاثمنه. ملي نزلت للسوق لقيت الثمن ديالي يمكن رخص من الثمن اللي كاين في السوق، غير الناس مخلوعه. انا ماذا بيا هاد الناس يجي ويزوروا المحل ويحكموا وهذا، ونشوفوا لي موديل اللي تيبغي، ونشوفوا زعما السوق الفاسي ما نكرهش في الحقيقه، حيت حشومه نحل فاس وما نخدمش مع فاس. نعم، كنتي درتي لنا الاقتصاد على مدينه فاس، كيفاش كتشوفي الاقتصاد؟ كيفاش كتشوفي الاقتصاد؟ كنشوف الاقتصاد فريمون ما كاين اقتصاد هنا في فاس، عيان هاد فاس. ما انا شوي با لا سو زعما كي ريكلام سا دايوغ. شوف لي فرانشيز اللي حلو، شوف البرج شحال من فرانشيز مساكن شدو مشاو بحالهم. احنا غوزمون اللي كان نعتمدوا على 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 اورفاس، سينو انا براسي غادي نشد، يمكن كنت غنشد وغنبيع وغنمشي بحالاتي، يمكن كان حليت في مكناس. ايوا صراحه نخوي فاس حيت راه المشاكل، لقينا مشاكل من لابونك، لقينا المشاكل من الكليان، لقينا شو با لا سول. كاينين هنا قهاوي كبار اللي خسروا الفلوس حتى هما مساكن جالسين، الناس ما كتشجعهمش. انا قلت لك سي لا مونتاليتي فاسي خصها تتبدل. بورتون الناس كيعرفوا فاس عندهم فلوس، الناس ديال فاس عندهم فلوس، مي ما تيدفعوش الفلوس في فاس مالوغوزمون. هذا هو الفرق بيننا وبين زعما اون اوتر فيل. لا بروف انا تنخدم مع مكناس، جي ان شيفر دافير دو مكناس احسن من فاس مالوغوزمون. ولي تريتور، وهنا ملي دقينا دقينا البيبان د الولايه الحمد لله. انا جاي لا فيزيت ديال الوالي السابق ديال فاس سي الدردوري الله يكثر خيره، اللي ساعدنا حتى هو بزاف واعترف لنا بالمشروع. مي خاصك هنا شويه عندهم ما عرف. مشيت عند الناس انا هنا ومشيت لي بيغو، دقينا البيبان ديال لي ميزون دوت اي تو. ما تيشجعوش الناس، كيكون واحد عنده مقديم ديجا شاري السوق ولا ما نعرف. انا جو دي لا فيريتي، مي انا ما سوي با لو جون لي كي دون لي انفلوب، مو جو دون لا كاليتي او لو بري سي تو. زعما انا جو سوي كونتر، ما نكذبش عليك انا سوي كونتر. اللي تعطي لي انفلوب يتحمل مسؤوليته، لا هو ولا اللي يشد لي انفلوب، باسكو ابخي راه لا بدا يوقع شي مشكل، حيت الناس كنظن راه بدات تتعيق، بدات تعرف الذوق، بدات تعرف شنو تاكل. انا كنظن بداو الناس شويه تيفهموا. دونك داكشي دبر راسهم، انا ليسونسييل بور موا حليت المشروع. اذا شكون نعتبروه من الصعوبات اللي كتواجه في العمل ديالك؟ وي جو تروف بوكو. انا الصعوبات بزاف كنلقى بزاف هنا في فاس، غير فاس غير فاس كنلقى بزاف. ما مالوغوزمون مدام هند، واش ممكن انك تقولي لنا مثلا على سبيل المثال بعض الاشخاص اللي هما زبائن ديالك المحل ديالك؟ مالوغوزمون يسون اور فاز. انا تبارك الله خدمت لي فيزيت ديال سيدنا الله ينصرو فوالا مع لي تريتور كبار ديال المغرب، اللهم لك الحمد، بهم بديت انا دايوغ جي ديماري افيك. و لي زيفينمون في الرباط تبارك الله كنت فرحانه ان الكاتو ديالي الحمد لله حتى هو خدا المحل ديالو في الرباط مع ناس مهمين في لي زيفينمون حتى هما كبار. زعما صافي بليزير. دونك انا غير بون ذكرت فاس على سبيل المثال. انا قلتي لي الاقتصاد، قلت لك شنو، مي نورمالمون الناس ديال اور فاس يعرفوا لا كاليتي جات وتخدموا بها، وناس مهمين عندنا في المغرب. مثلا حلوتي بحال دابا تبارك الله الاميره لاله سلمى شجعت لي لي كاطو ديالي ديال جاد، صافي بليزير بوركوا با. مي دخلت الفاس في واحد لا ريسبسيون هذا قدموا لها الحلوه ديالي الحمد لله. في
في ظروف انك هضرتي معها على الاقتصاد، واش هل تنوين الانتقال الى مكان اخر؟ وما هي الخطط المستقبليه ديالك؟ هي في الحقيقه كنت غننتقل للرباط. نعم. داكوغ، دونك حيت باش نقرب شويه للرباط، الرباط الاقتصاد ديالها تبارك الله سامارش، وما عندهمش لا كاليتي كونا، وسامارش سامارش، دونك قلت بوركوا با. مي فينالمون قلت نخلي، حيت ما يمكنلكش تشد على هاد العائلات مساكن وتشد هاد المعمل وتشد، يمكن بوتيت غادي ندير دي بوان دو فونت في المغرب، يمكن مراكش، الرباط اوسي، كازا، بوركوا با، وصافي على ما فاس شويه يتحركوا. سينون جو كيت. الى اين تطمحين للوصول؟ كنطمحوا للوصول بحال اي مشروع اون فيت ينجح حتى هو وينال الاقبال حتى هو بحالو بحال لي زوتر بروجي، و سي تو. والناس انها تفيق شي، والله القسم بغيت الناس تعرف شنو كتاكل، سي تو. اللي بغيت تشري يعني حتى الثقافه ديال الثقافه ديال الناس تبدل. فوالا بحال دابا حنا ملي كنبغيو نمشيو ناخذو ناكلو في شي ريستورون، راه تي في لو تور، هذه مزيانه، هذه لا، هذه كيطيبو مزيان، هذه لا كاليتي، هذه فهمتي، ماشي لابد الثمن. حيت عاوتاني كاين اللي المدخول ديالو اليومي ما كيكونش فايت 70 ولا 50 درهم في النهار، ما يمكنش ياخذ لك حلوه غاليه، دابا هذا هو المعتقد. كيفاش تفسري للناس؟ انا غنقول لك واحد القضيه، الوغ الحلوه ما كتكلش كل نهار، حنا في المغرب ما كناكلوش الحلوه كل نهار، ياك، دونك عندنا لي فيت محسوبين. دونك انا جو بريفير الواحد ياكل كيلو ديال الحلوى مزيان في عيد احسن من 10 كيلو في كل نهار ما خدامش ياكل غير الطحين. ناخذ انا ان غاتو انتي غير ان بو دو غاتو مزيان ندوقو ونعقل عليه احسن. وانا كنظن ملي دخل نزلنا للسوق باش نشوف الاثمنه، كنظن انني بحالي بحالهم ويمكن كاع انا رخص منهم. تقريبا شحال كيوصل عندك الثمن الكيلو ديال؟ عندي 150 درهم تو سكي اموند، ولكن اموند بيور. لابوغاتوار، عندي لابوغاتوار في قلب لوزين، واللي بغى يدي شي حاجه يدوزها في لابوغاتوار انا جو سوي بريت، نتحدى اي واحد. وإلا ما كانش اموند؟ يتشد هاد لوزين نيت. مدام هند، كنت قلتي لنا في الاول اللي كنتي انت بزوج ديالك في لافارماسي بوندون 20 ans. يعني دابا دخلتوا لهاد الميدان ديال الحلويات ديال الصناعه ديالها. اكزاكتوم. هل الزوج يدور في المهنه ديالك؟ بيان سور بيان سور، راك عارف صيدلي عنده الفكره ديال الدواء، ديال لوزين ديال الدواء، دونك حنا ونا في لا ميم شوز، بحال كيتصاوب الدواء اللي هو مهم، حتى حنا كنصاوبوا الحلوى بحال كتصاوب الدواء. سافودير عندي لوزين سو فورم دان اون بحال لوزين ديال لي ميديكامون، سي لا ميم شوز، بحال الخدام تيدخل خصو في لي نورم افيك لو طابلي ديالو، نقي بليجيان، سي تري امبورطون ليجيان. انا السيد ديالي عاوني بزاف في هذه المساله وصافي، وتبارك الله حتى لو بيرسونيل بدا كيخدا فورماسيون ولا حتى هو تيخدم نقي، دونك الحمد لله عندي اون ايكيب انا اللي عمري ما نتخلى عليها، تبارك الله تري كومبيتونت. نعم. كنتي قلتي لنا في الكواليس بلي بقوه انك تقتل المر في هاد مدينه فاس والتجاره ديالها، ما كرهتيش انك كون في الاول درتي غير جوج كراجات وخدمتي؟ اكزاكتومون. وي بحال اللي دايرين كاع الناس، بحال انا غلطت، انا خسرت بزاف الفلوس هنا، جي انفيستي بوكو، جي بخي ان كريدي، اللي عندي مشاكل دابا مع لا بانك، لا بانك اوسي ما يلونكوراج با، ما تتشجعش، دونك زعما مالوغوزمون فاس باقي لي تري لوان. انا كنقولها كنسطر عليها اون روج، فاس الناس ديال فاس، فاس لي بيان كوم فيل، انا عجبتني فاس صافي 20 طون وانا في فاس، ناسها الله يهديهم، سي اون مونتاليتي. انا كنقول خصها الناس شويه توعى، غير شويه ديال غير الكوميونيكاسيون، لي جون خصهم يعرفوا يبداو يشريو حاجه مزيانه راه نفس الثمن عباد الله، سي لو مي بري، الا ما كنتش انا كاع رخص من الاخرين، داكوغ، الناس ما تبقاش تخلع، راه حلينا حاجه مزيانه صافي بليزير، بالعكس صافي بليزير، هما يديكوفر تيكتشفوا يا بري اوب صافي الفواسه ما تتعاودش تشوفهم، ما تيعاودوش يشريو. علاش كتبقى تلقاها مخشيه في شي درب خاسره عليها ليسونس باش تاخذ ان غاتو موان شيغ دو 10 درهم ولا 5 درهم، واش هو بصح فيه اللوز؟ يعني تقريبا حتى دي كافي ودي ريستورون نفس باوي زون لا ميم شوز. باوي وانت شوف القهاوي الكبار عندنا في فاس، راه اللي عنده النفس الطويل مسكين اللي باقي مكمل، كيشوف راسو شنو غيرجع، ما خشا غير غادي يشد
واش شوف الرباط وفي كازا واش عمر القهوه في استاد العشيه فيها 3 و4 الكليان، واش هذه يعقل؟ انا ان كافي انورم ما فيش الناس يجلسوا يشربوا القهوه فيه، راه ما يمكنش. نورمالمون الناس ما تدخلش هنا، ما كتشجعش الا انفيستي با، الناس ما تدفعوش فلوس، مالوغوزمون ما تدفعوش فلوس. اذا شنو الرساله ديالك اللي يمكن توجهيها للمسؤولين ديال المدينه فاس؟ المسؤولين ديال المدينه فاس ينوضوا يديروا ليجان، يدوروا سيدي يشوفوا ليجان، يشوفوا سيدي هاد الدومين ماشي غير الحلوه. انا ما تنقولش غير الحلوه، عندي هنا انا جو سوي لا فيس بريزيدون ديال لا زون اندستريال هنا في عين شقف، عندنا معامل هنايا بحال عندنا واحد داير جو بونس داير عندنا دجاج باغ اكزومبل، حنا مازال الناس تشري لو بولي من الحوانت العاديين، وهذا داير لي نورم. انا جي فيزيتي جي في داير لي نورم، ما خدامش هو، ما خدامش مع من خدام سي لي مارشي اور فاس مالوغوزمون، فهمتي؟ دونك الناس خصها شويه توعى، تبدا تحرك، تبدا تشري بحال كازا. حتى في كازا ياك كازا تيشري توما تيخلصو 70 درهم ولا 100 درهم في النهار، مي تتلقاه تبارك الله تيخسر الفلوس، لابس مزيان، خدام مزيان، تياكل يمكن ما كيخبعش، تياكل بعدا تيخسر داكشي اللي تيدخلو، راه تيخسر. سي تري امبورطون. كم عدد ابنائك كيف تقضين يومك معهم؟ الوغ انا تبارك الله عندي 4 الوليدات، الحمد لله تنوفق بين وليداتي وداري والخدمه ديالي، زعما شوي فام اكتيف، زعما جاريف باش نقاد لي دو. لا بروف تبارك الله عندي وليدي راه في انجينيور هذا العام، غيتخرج ان شاء الله، و سي تو، تنوفق بيناتهم الحمد لله. ما هي الانشطه اللي كتمارسيها في الحياه ديالك اليوميه الى جانب الاداره ديال المعمل ديالك؟ عندي ملي كتسالي الاداره ديال المعمل، عندي الاداره ديال الدراري الثانيه هي مهمه بالنسبه ليا. الوغ وعندي الجمعيات، انا جادور سا العمل الجماعي، فوالا انا اللي احتاجني انا موجوده واخا ما تنباش، مي اللي احتاجني جو سوي بريت. انا تعجبني نعاون الناس، اللي قديت نقدر نصاوبو انا لا تنصاوب. بماذا تنصحين المقبلات على العمل في هذا المجال؟ يعني اللي كتفكر انها تدخل هذا الميدان هذا، شنو الرساله ديالك ليها؟ انها ما تغش وما تفقدش الامل وتخلي ديما الجوده، ما تفكرش في الربح، فاس ما تفكرش في الربح، مي من بعد غادي تربح سيغ سيغتان، هي تصبر، خص يكون نفس طويل، حيت شحال من واحد جا كيقول لي بغينا الحلوى مارشي نواغ، انا عمري ما سمعت حلوى مارشي نواغ. سافو دير دوزيام كاليتي، تخوازيام كاليتي، يمكن كاع با دو كاليتي. غير تحط وتخرج من جاد. بالون بالاج جاد والحلوى نواغ، انا عمري ما سمعت هاد هاد هاد. لا ما يمكنليش تخدمي فيها، ما عندي ما ندير بها. نشد ونمشي جو بخيفير احسن.